بسم الله الرحمن الرحيم. نحن حاليا في المركز الثقافي في قرية السلام الحدودية. رح نحكي عن المركز الثقافي وطريقة إنشائه وطريقة العمل الموجودة فيه. المركز الثقافي تقريبا عمره سنة وشهر، تم إنشائه من سنة وشهر. كانت فكرة إنشاء المركز الثقافي هو الثغرة الموجودة حاليا في هي المنطقة، وخصوصا في منطقة المخيمات والناس النازحين الساكنين ضمن المخيمات العشوائية. كان في ثغرة كبيرة وضياع خلالها 8 سنوات اللي حرب والثورة الموجودة. ال8 سنوات هي أثرت أكثر شيء على الطبقة الموجودة في سوريا، هي طبقة الشباب اللي تقريبا هي 70% من اللي بتشكل من المجتمع، وهي الطبقة خلال 8 سنوات هي ضايعة. في ثغرة موجودة، في خلال 8 سنوات صار في تخلف، صار في حلقات كثير ضايعة. رأينا نحن مجموعة من الشباب والأكاديميين والمدرسين والأطباء أنه لازم نوجد شيء. هذا الشيء كانت الفكرة الأساسية هو مركز تجمع لتبادل الأفكار، لإنشاء، للتغلب على الصعوبات الموجودة، أو لإيجاد بعض الحلول. فأتت فكرة إنشاء المركز الثقافي. المركز الثقافي أول فترة إنشائه كان مقتصر فقط عن أي شخص أو أي مدرس عنده شيء ممكن يقدمه للناس الموجودين، يقدم لهم إياه مجاني، إن كان دكاترة الجامعات الموجودة المشكلة حديثاً، الطلاب الموجودين الحديثين اللي أخذوا بكالوريا، طريقة التسجيل في الجامعة أو عمل كيفية المفاضلة أو نهاية الدراسة في الجامعة كانت تقدم مجاني. أو في مجال التنمية البشرية، في مجال التنمية البشرية إن كان التخطيط الاستراتيجي أو إن كان مجال الصحافة أو في مجال الحماية، كان في دورات تعطى عن طريق أكاديميين بشكل مجاني. بعد هالامور هي تطور المركز، والشيء الملحوظ اللي لقينا بالتقدم انه نحن لازم نوسع هالموضوع هذا. لذلك المكان كان هذا المكان اللي هلا نحن حاليا فيه هو المكان الثاني. نحن كان في مكان اصغر، نحن المكان هذا المكان اوسع. صار راينا انه لازم نحن نطور هذا العمل. دخلت المكتبه هلا حاليا اللي نحن عم نشوفها تحت بشيء 1500 كتاب، يعني عن طريق التبرعات من الناس اصحاب البيوت اللي كانوا ساكنين في بيوت وعندهم مكاتب صغيره قدموها للمركز، او عن طريق مثل مركز ترفعت الثقافي، ترفعت اهل ترفعت ناسين كان في عنده 700 كتاب هن عن شخص قدموه للمركز بشكل مجاني. وهالكتب تعطى عن طريق ايصالات تسليم واستلام للثقافي، ان كانت ثقافيه او دينيه او في المجالات كلياتها. المركز في مثل ما حكينا المركز الثقافي تابع النشاطات اللي له، لأن انه في حاجه نحن عندنا طبقه طلاب هي طلاب البكالوريا الشهادات. هذول الطلاب مظلومين من حيث المدارس، انه نحن هون عم نحكي على مخيمات عشوائيه، المدارس كلها هي مجموعه عن خيم، انه هذا الطالب بهالعمر هذا رح يضيع مستقبله ورح هالسنين هي تروح عليه. لقينا انه نشكل نحن بمركز تابع لهذا المركز الرديف اللي له اسمه مركز همام، لاستقبال الطلاب بكالوريا بالفرعين الادبي والعلمي. وصل عدد الطلاب المستقبلين ضمن المركز ل 100 طالب وطالبه في المركز. زائد عملنا الدورات اليوز، هو امتحان القبول في الجامعات التركيه. وقبل ما نعمل هذا المركز عملنا دورات لكيف انه نحن نفاضل في الجامعات التركيه، او ليش نحن عم نعمل اليوز. تقريبا عندنا 50 طالب وطالبه في مركز همام، مركز يوز وبكالوريا، 150 طالبه. الرسوم مجانيه لجميع الطلاب مجانيه. زائد هو مركز رديف لهالمركز هذا. من خلال المركز نحن الشيء اللي عم نعمله شيء مجاني. عن الشيء الموجود هو دورات ICDL، زائد دورات لغة تركية، زائد لغة إنجليزية، تقوية للمنقطعين عن الدراسة أو لموظفي المنظمات، أو هي الطلاب المواد الأساسية لطلاب البكالوريا. زائد عن دورات اليوز، امتحان القبول المعياري للجامعات التركية. من خلال هالشيء اللي عم نقوم فيه الفروع اللي موجوده ضمن هذا، في ضعف الماده اللي طبعا اي مركز او اي شيء حديث ضمن البلد هو من انشاء البلد، وما في اي منظمه داعمه له. قررنا ننشئ فريق اسمه فريق ساهم. هو فريق ساهم هو عباره عن مجموعه من المهتمين في هالمجال هذا، في مجال التعليم، في مجال الثقافي، في المجال التنموي، في مجال بناء المجتمعات. عنا حطيت هذا، انشأنا خطة لرسوم شهرية، رسوم مالية شهرية. هن أشخاص بعيدين عن المركز ولكن مهتمين في هالموضوع هذا، يعني مجموعة شباب، مجموعة طلاب، مجموعة أيدي يد عاملة، اللي تقريبا هن ما يقارب 100 شخص. رسوم مجانية لكفالة طلاب البكالوريا زائد طلاب اليوز وبعض اللوجستيات المتعلقة في المركز، القرطاسية، مواد لازمة للمركز. تم كفالة لحد الآن 75 طالب من 150 برسوم مجانية، إعفاء رسوم مجانية خلال الشهر، كفالة كاملة بهالشباب. الصعوبات اللي عم نلاقيها نحن في المركز اللي حاليا هو ضيق المكان، يعني الدورات اللي حكينا عنها والاشياء اللي حكينا عنها بتحتاج انه مكان، عندنا ضغط في المكان، في القاعات الموجوده، في ضعف في الامكانيات الموجوده بالنسبه لللوجستيات، الاشياء المطلوبه مثل الحواسيب للدورات، دورات الحاسوب ضعف. نتمنى نحن الفكره اللي عندنا نحن بالنسبه للمركز انه ما تبقى هون، فكره التعميم. هذا المركز هو انشاء ابناء البلد، لأننا بنحب نعمم الفكرة مو بس على قرية سجو أو منطقة المخيمات، يعني قريبين منطقة عزاز، منطقة الباب، منطقة الصورام. نتمنى أنه كل المراكز، كل المدن الموجودة أو كل المحرر الموجود يكون في هيك مراكز لتلبية حاجة الشباب وزيادة الوعي، لأن نحن خلال 8 سنوات ما حكينا هو السبب اللي بنحسن نقول اللي الجزء اللي وصلنا له هي قلة الوعي، وأصحاب العقول كلها تهاجرت وطلعت، ما ضل عنا ناس، يعني ما نضل نحن بس انه موضوع حرب، نحن بدنا موضوع بناء دولة وبناء مجتمع. أول ما تم فكرة إنشاء المركز كان في مركز قريب من هذا المكان. المركز كان عبارة عن غرفتين فقط، كان مكان على إنشاء على الفكرة الصغيرة اللي موجودة عنا كان مناسب جدا، بس عن تطور الأفكار اللي موجودة عنا وصار العمل أوسع ولقينا رواج وتقبل لهالفكرة، اضطرينا انه ناخذ نحن مركز اكبر لنعمل هالشيء اللي بالافكار الموجوده عنا. اخذنا هذا المركز لبى تقريبا شيء 50% من الحاجه، الشيء اللي بدنا اياه او اللي بدنا نوصل له. بالنسبه مثل ما قلنا الدورات المجانية اللي عم نقوم فيها نحن عم نغطيها عن طريق مساهمين، عن طريق مساندين أو داعمين خاصين، مو عن طريق أي منظمة. ما في أي منظمة تبنت هالموضوع هذا، الموضوع كان هو جهد شخصي من أشخاص ولحد الآن مستمرين فيه. مثل ما حكينا عن موضوع إنه في نحن عندنا دورات يوز أو دورات بكالوريا في مدرسين، المدرسين منين بتقاضوا أجور؟ المدرسين بتقاضوا أجور عن طريق الفريق ساهم اللي حكينا عنه، هو تقريبا 100 شاب مهتمين في هالموضوع هذا، عم بيقدموا مبالغ ماليه بسيطه بتلبي جزء من الحاجه. وحكينا عن الداعمين الاساسيين هن الاشخاص اللي عندهم مثل تجار او مهتمين في هالموضوع هذا، سادين يعني نسبه منيحه من موضوع الاجور، موضوع المصاريف. لكن نحن نفتقر للتجهيزات الاعمق لنرتقي اكثر في هالمجال هذا ونعمم الفكره على كل المدن الموجوده. بالتوفيق للجميع. أنا اسمي أحمد عاصم حنوره، مهجر من بلدة ماير، أدرس حاليا في جامعة حلب الحرة في السنة الثانية كلية الطب البشري. طبعا أعمل هنا كمدير الإداري، أنظم الأوراق وشؤون الدورات إضافة إلى تسجيل وتحديد مواعيد الدورات، إضافة تنظيم وثائقها حتى تستمر بشكل منظم إن شاء الله. المركز الفكرة الأساسية منه هو إيصال صوت الشباب ودعم وتمكين الشباب في المنطقة، لأنهم الآن هم الفئة الأكثر استضعافا. لذلك قمنا في المركز بعمل الدورات التدريبية وبعمل كثير من الأنشطة من أجل تنمية قدرات الشباب والتقدم بهم والرقي بهم. من بين هذه الدورات دورة الصف الثالث ثانوي، طبعا قمنا بعمل دورة في الصف الثالث ثانوي للذكور والإناث، والحمد لله يعني استفاد منها خاصة المنقطعين عن دراسة بسبب ظروف التهجير والحرب اضطروا لترك دراستهم، تسهلنا عليهم أمر الدراسة وحتى كانت مجانية أو برسوم رمزية جدا. استفاد منها من ذكور وإناث ما يقارب 100 و150 طالب وطالبة، إضافة إلى دورات في اليوز هو الامتحان المؤهل للدخول للجامعات التركية بسبب ظروف الوضع ودخول الجامعات التركية إلى مناطقنا. لم نكتفي هنا بل قدمنا بمجالات أخرى مثل دورات تدريبية وفي اللغات، مثلا في اللغة الإنجليزية واللغة التركية، إضافة لتطوير في المهارات الحاسوب. طبعا كان لدينا يعني إقبال جيد من أهل المنطقة، خاصة أنها تعتبر منطقة يعني شبه منكوبة، أنها منطقة مخيمات، منطقة ابتعد عنها التعليم فترات. أيضا للدورات لتطوير التأهيل المهني لتقدم الشباب في لسوق العمل وتقدمهم من ناحية إدارة المشاريع، المراقبة والتقييم، إضافة إلى دورات أخرى في البرمجة والمحاسبة. هذه الأمور إن شاء الله يعني استفاد منها ما يقارب عدد لا بأس به من الطلاب يعني في أهل المنطقة تحديدا هنا في قرية سجو والمخيمات المجاورة لها. بالنسبة للرواد المركز، رواد المركز لدينا الحمد لله منطقة المركز أهلته ليفيد عدد كبير جدا من الطلاب الذين لا يستطيعون الدراسة. يعني مثلا الآن سكان المنطقة هم سكان مخيمات وأغلبهم يعيش في خيمة واحدة مع عائلته أو في الغرف الصغيرة والأوضاع صعبة عندهم. قام المركز بتأهيل قاعة مخصصة للدراسة لمن يريد المطالعة أو التعلم أو هذا بشكل منفرد حتى لا يحدث عنده تقصير في ناحية الدراسة. هنا في المركز نعمل يوميا، أغلبنا متطوعون، نعمل يوميا من دوام مفتوح مباشر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء. طبعا يوجد أكثر من شخص هنا متطوع في المركز، وهذا في المركز عندنا لدينا في المركز رواد وزوار متنوعون من فئات الذكور والإناث حتى من فئات مختلفة من الأعمار وحتى من الدراسات المختلفة. يتراوح عددهم تقريبا 200 ما بين ذكور وإناث، وكما ذكرت لك يقومون أغلبهم بنشاطات الدورات التدريبية التي لدينا. طبعا هناك استفادة كبيرة جدا من الدورات التي قمنا بتوفيرها إما مجانا أو برسوم رمزية جدا فقط لتيسير عمل المركز. لدينا في المركز تقريبا فريق متكامل ما بين إعلامي ومصمم وإداري، أنا أشغل منصب الإداري، ولدينا أيضا أمين مكتبة، حتى أن هناك من النساء من الآنسات من يشاركنا في العمل من ناحية تسجيل الإناث أو حتى مراقبة دوامهم أو حتى من يريد استعارة من النساء لديها مكان أيضا. أنا المدرب طلال قبصو في المركز الثقافي في قرية السلامة. نحن حاليا مفتتحين في المركز دورة الذكاء الاصطناعي، وهي بنعتبر يعني بنحسن نقول انه هي الدورة الأولى من نوعها بين المعاهد والمراكز الموجودة بالمنطقة. الدورة هي عبارة عن 3 مستويات بتاخذ كل الأعمار، وهي معتمدة على الشيء العملي بشكل بحت. يعني تاخذ الشباب، يعني تستثمر الشباب اللي عنده طموح بهالمجالات هاي بغض النظر عن العمر، وفي صار اقبال عليها يعني جيد جدا. الدورة هي عبارة عن 3 مستويات. المستوى الأول هو برامج الحاسوب، برامج الكمبيوتر. والمستوى الثاني رح ناخذ حاليا نحن بالمستوى الاول، بالمستوى الثاني رح ناخذ برامج الاندرويد، راح نشتغل على برامج الاندرويد، وبعدين راح نطبق هالعمل على الاردوينو. فبيكون عندنا دوره يعني متكامله، بنحسن نقول معهد مصغر عن كليه الميكاترونيكس نوعا ما. والدوره يعني تم الاعلان عنها على صفحات المركز على التليجرام، وصار في اقبال من الشباب والرواد يعني، وحققت انتشار يعني. ويعني الدورة هي رسوم رمزية جدا لا تتجاوز $5 يعني شهريا. فبالنسبة لهيك دورة يعني رسم يعني زاهد جدا. طبعا نحن في يعني كمبيوترات موجودة بالمركز، في يعني متبرعين تبرعوا بالكمبيوترات، وفي عندنا بروجيكتور يعني الوسائل اللي بتساعدنا على تقديم المحتوى. الدورة اللي عم نعطيها بالمستوى الأول اللغة البرمجية اللي عم نستعملها هي لغة الفي بي دوت نت. لقينا انه هي اللغة هي لغة شاملة نوعا ما وبسيطة، وصار في اقبال من الناس هون، وفي شباب كتير يعني، وصير عندنا حتى ضغط يعني ضيق بالمكان بالمركز، القاعة ما بتستوعب احيانا، وطبعا نقص بالادوات الكمبيوترات. عندنا يعني عدد محدد من الكمبيوترات عم نستعمله، ويعني احيانا عم نضطر انه كذا طالب يقعدوا على نفس الكمبيوتر. أنا عقبة حدبي، طالب في المعهد التقني للاعلام في جامعة حلب الحرة. بعد تأسيس المركز الثقافي في قرية السلامة كان في ضعف من ناحية الإعلام، فتطوعت أنا وزميل إلي في المركز الثقافي، واشتغلت أنا على المونتاج والتصوير، والزميل اشتغل على التصميم الجرافيكي، وصرنا نوثق أعمال المركز الثقافي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتليجرام، وننشر عليهم الدعوات للمحاضرات والندوات وورشات التدريب اللي عم بقوم فيها المركز، وكمان الدورات للطلاب سواء كان طلاب الجامعة أو طلاب المدارس اللي قام فيها المركز. ضمن عملي في المركز الثقافي كنت أستفيد وأفيد بنفس الوقت، لأنه طالب إعلام أنا السنة أولى، وكنت أخذ نظري بالجامعة وهلأ وبرجع لهون بطبق عملي. واجهنا بعض الصعوبات لقلة المعدات، لكن الحمد لله مع ذلك نحن لحد الآن شغالين وبمستوى جيد ولله الحمد. محمد زكي جبصو، مدرس لغة إنجليزية، أحد أعضاء المؤسسين في المركز الثقافي في قرية السلامة اللي تابع لمدينة عزاز في مدينة حلب. تأسس المركز الثقافي منذ أكثر من عام في سياق تنامي الوعي العام لأهمية العلم والتعليم. كان له أهداف كثيرة، أحد أهدافه نشر ثقافة القراءة والتعلم، إظهار المبدعين وتشجيعهم وتحفيزهم، التحرر من أغلال الجهل. ابتدأ في إمكانيات ضعيفة بمجهود جماعي من الفريق هو الفريق المؤسس. تطور نوعا ما من مكان إلى مكان آخر. بيحتوي بتخلل نشاط المركز الثقافي ندوات، محاضرات علمية وتعليمية، دورات. بعد الدورات في ظل تزايد أعداد الطلاب تم افتتاح معهد مصغر داخل المركز الثقافي اعتمد على الدورات المكثفة لطلاب البكالوريا وطلاب اليوز، المادة المؤهلة للجامعات التركية. في ظل تزايد هذا العدد وتضخمه تم افتتاح معهد همام في قرية السلامة. طبعا اختيار موقع قرية السلامة أو سجو المعروف عليها هون بسبب أنه هي موقع جغرافي متوسط بيوصل بين كل المخيمات تقريبا لسهولة التحرك بين الطلاب وسهولة المواصلات. المركز الثقافي عفوا المعهد همام فيه دورات بكالوريا طبعا كل المواد بشقيها العلمي والأدبي، بالإضافة مثل ما حكينا لمادة اليوز اللي هي مادة بتتضمن الجبر بالإضافة للهندسة واختبارات الذكاء، هي مواد مؤهلة للجامعات التركية إن شاء الله أن تم افتتاحها في سوريا أو بعض الطلاب اللي قادرين للدخول إلى تركيا. من ضمن نشاطات المعهد أيضا هو جزء فيه من العناية الذاتية للطلاب، رفع سوية الطلاب نوعا ما أخلاقيا في ظل بسبب انقطاع العديد منهم عن المدارس بسبب الحروب طبعا او بسبب النزوح. طبعا معهد همام الاجور فيه رمزيه جدا طبعا بسبب الظروف المعيشيه اللي عايشينها هلا حاليا الناس. غايتنا نحن او الهدف الاول هو نشر العلم بين الطلاب كلهم او مساعدتهم ليصلوا يكونوا هن بنات المستقبل وجيل بعد جيل، يعني عشان تكون سوريا قائمه باذن الله بايديهم. أعداد الطلاب تتراوح بين 150 و 200 طالب تقريبا بين الذكور وبين والإناث. طبعا المعهد فيه من شتى المحافظات السورية، في من حمص، من الشام، من حلب طبعا. المعهد قلت لك قائم على أساس هو غير ربحي أبدا لهسه، إنه سبق استقطاب كبير للطلاب حتى من مدينة عزاز. طبعا فروقات كبيرة في أسعار اللي عم بدفع الطلاب حاليا في مدينة عزاز وما حواليها، يعني الريف الشرقي أو الريف الشمالي. حاليا في بعض من الشباب اللي هن كانوا سواعد، هن بصراحه هن شباب ساهم، يعني هي مجموعه شباب سموا حالهم ساهم، هن شباب اكاديميين وجامعيين في المنطقه. اعتمدوا على فكره انه يلموا مبلغ بسيط في حيث انه احد الطلاب او الطلاب الغير قادرين انه يدفعوا رسوم الرمزيه ولو هي بسيطه اقل من 6 او 7 دولار طبعا رسوم الشهري للطالب، في حيث انه هذا الطالب غير قادر انه يدفع هي الرسوم، شباب ساهم هن بغطوا هذا العجز، او مثلا ممكن في حيث انه صار توفر مال زائد ممكن يغطوا نفقات التدفئه او النشاطات اللي بيكون فيها معهد همام. طبعا بالاضافه للخدمات اللي عم تقدمها شباب ساهم، استئجار سياره لنقل الإناث، سيارة خاصة طبعا لنقل الإناث من وإلى أماكن سكنهم.